اهلا بيكم ومرحبا وحلقه جديده من برنامجكم صافي في قلوبكم. زي ما عودناكم على التميز واختيار المكان الراقي الجميل، النهارده لاول مره في مصر المطعم الجزائري زهره الجزائري. عايزين نعرف ايه الاطباق الجزائريه اللي انا واحده من الناس ما اعرفش لسه عنها حاجه، ولانه لاول مره في مصر وجود مطعم جزائري في مصر، ايه رايكم نشوف مطعم زهره الجزائري ونشوف الاطباق بتاعتهم؟ يلا بينا. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزة أقول إننا النهاردة زي ما عودناكم في برنامجكم صافي في قلوبكم إن إحنا بندور على كل ما متميز راقي جميل مختلف. النهاردة من مطعم زهرة الجزائري وأول مطعم جزائري في مصر، عايزة أقول إن إحنا يمكن ما عندناش خلفية عن المطبخ الجزائري، عن الأطباق، عن الأصناف. النهاردة أنا بقول للسادة المشاهدين تعالوا فاميلي مول في 6 أكتوبر وهنلاقي مطعم زهرة الجزائري اللي بيقدم أصناف كتيرة جزائرية، مطبخ جزائري سيرف، يعني بمعنى إن حتى الشيفات كلهم شيفات جزائريين، يعني النكهة كلها جزائرية. طبعا كلنا عايزين نتعرف على المطبخ أو المطعم زهرة الجزائري. بنرحب بالأستاذة زهرة في مطعمها الجميل المتميز اللي أنا بقول أنا عندي تشوق رائع جدا إن أنا أدوق الأكل الجزائري اللي ليه نكهة أكيد أكيد مختلفة. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا بكم، وشرفتوني جدا يعني في مطعم يعني اللي فتحته المصريين كلهم لاشقائنا واخواننا، شرفتوني والله ومرحبا. عايز اقول ان يعني احنا اللي مبسوطين بوجودك هنا، وعايزه اقول ان انت في بلدك التاني، والفكره الجميله انك تعملي مطعم جزائري جوه مصر، وده يعتبر اول مطعم جزائري في داخل مصر. الفكره والله هي جاتني عشان انا بالاول جوزي مصري، وكنت انزل هنا اجازات في مصر بلد الحبايب والشقيق، وزرت كذا مطاعم ولفيت، فشفت ان مفيش في غياب المطعم الجزائري، في المغربي التونسي اللبناني كله، فجتني الفكرة اني اعرف اخواننا المصريين على الاكلات والثقافة الجزائرية وكده، يعني اوسع المجال شوية. عايزة اقولك ان فكرة رائعة جدا جدا، ان الاصناف الجزائريه احنا ما عندناش علم بيها، دي حقيقه فعلا. وزي ما انت قلتي ان فكره انك تعملي مطبخ او المطعم اللي فيه المطبخ الجزائري ده فكره كويسه جدا، لان انا واحده من الناس مثلا غايب عني خالص الاصناف، ما اعرفش ايه الميكس بتاع المطبخ، ايه المذاق بتاع. عايزاكي تكلميني عن انواع الاطباق اللي بيقدموا مطعم زهرة الجزائري، وتكلميني برضو عن المنيو اللي انا بصيت فيه، وعايزه اقول لك الاسعار حلوه جدا. ربنا يخليك يا رب. والله هو الاطباق الجزائريه متنوعه جدا في كل محافظة، بما ان عندنا حوالي 50 محافظة، في كل محافظة بتختلف عن المحافظة التانية بأطباقها بالذوق بكل حاجة. فمن كثرة الأنواع، منها مثلا الطبق الكسكسي اللي معروف جدا، احنا بنعمله بأطباق يعني بتنوع، في اللي بسكر وعسل أو بزبدة وحاجات من دي، وفي اللي بلحمة وفراخ وخضار، يعني متنوع جدا. وفي كمان عندنا الشخشوخة من الشرق الجزائري، وعندنا الحريرة كمان معروفة في الغرب الجزائري من ناحية وهران والبلدة اللي أنا يعني مولودة فيها. وفي أطباق كتيرة قوي، وأنا دخلت هنا على المطعم طبيخ عصري وتقليدي، والاثنين يعني خليناهم مع بعض متناسقين. جميل قوي إن أنت تعملي ميكس ما بين العصري والقديم، وده اللي يخلي يعني عايزه اقول ايه، طبعا حبايبنا الجزائريين ينزلوا مصر هنا بلدهم التاني بيجوا على مطعم زهرة مباشرة. وعايزه اقول برضو المصريين عندهم برضو يعني ايه حب الفضول ان اعرف ايه الاصناف. يمكن الكاميرا بتعرض قدامنا اصناف كتيره جدا، ويمكن عايزه اقول ان للساده المشاهدين ان الاستاذه زهرة كانت عايزه تعمل اصناف اكتر من كده، وانا قلت لها ايه يعني ايه عشان بس نلاقي مكان نقعد فيه، والاصناف كلها مختلفه، فيها الطبق الفرنسي، فيها الطبق الاسباني، فيها الطبق الجزائري السيرف اللي هو من القديم، فيعني التنوع جميل ومطلوب. انت بقى بتقدمي للناس التنوع ده وباسعار حلوه، وبتقولي لهم تعالوا.
هو في أطباق طبعا في نفس الوقت إحنا نفسنا أن الشعب المصري يذوق، أخواننا الأشقاء يذوقوا أكلنا الأكل الجزائري التقليدي، وفي نفس الوقت في أطباق عصرية زي ما قلت الأول مثلا الإسباني زي البايلا اللي احنا بنشوفها دلوقتي إسبانية، وفي الأطباق التقليدية زي البازيلا باللحمة والفراخ المحمرة، في زي ما شفتي حضرتك معانا في الحريرة اللي عملناها هنا، وفي البوراك اللي احنا نحطه أساسي خاصة في شهر رمضان أساسي إننا بنعمله كل يوم. البوراك اللي هو ورق جلاش محشي باللحمة المفرومة أو بالفراخ والجبنة، وفي تنوع حسب المناطق وحسب الولاد. الأسعار طبعا بنراعي كل الطبقات، ونفسنا باب يعني باب المطعم مفتوح لكل الناس، يعني احنا درسنا الأسعار دي عشان يكون الزبون راضي ولكل الناس، في وعشان كمان يكون الطبق غني جدا بالخضار وباللحمة أو بالفراخ والسمك، وكل الناس إن شاء الله تكون مبسوطة بإذن. والله جميل جدا إن في ناس بتراعي إن اللي يجي هيجي ياكل طبق جميل متكامل، ومع ذلك رغم ارتفاع الأسعار اللي احنا كلنا شاعرين بيه وحاسين بيه وبنعيشه، ولكن هي بتراعي برضو إن اللي يجي هيجي هو وأسرته، مش هيبقى فرد واحد ولكن هيجي هو وأسرته، هيجي هو وأصحابه، هيجي هو وأصدقائه. ده بيخليني أقول للأستاذة زهرة المكان هنا جميل وفي جاردن حلوة، ده معنى كده ان انت بتستقبلي عزايم ومناسبات؟ المكان هنا بيستوعب عزايم ومناسبات؟ طبعا احنا عملنا يعني برنامج عشان نستقبل الاعياد الميلاد، نعمل بالطبع بس ما بين قوسين انا عايزه ملاحظه صغيره، انا جايبه شيفات كلها من الجزائر، شيف السخن هو الشيف محمد، كمان الشيف فاروق شيف مخبوزات خبز وكرواسون وكل حاجه بيعملها، والشيف فؤاد اللي هو بيعمل الجاتو والحلويات، كلهم من الجزائر والحمد لله شرفوني واشكرهم جدا. بالنسبه للحفلات احنا بنعمل كل حاجه، منها حفلات اعياد الميلاد نقوم بالطبخ والجاتو والديكور وكل حاجه، وكمان مقدمين كمان في البرنامج افراح، نعمل افراح كمان سواء في البيت او في صالة الافراح قاعة الافراح يعني، والحمد لله ان شاء الله نال اعجاب. عايزة اقول لك يعني بتقولي للسادة المشاهدين وبرضه نحط يعني ناخد بالنا كويس قوي السادة المشاهدين ان احنا بنتكلم بنقول ان مطعم زهرة بيقدم ان هو على اتم استعداد ان هو يتكفل بان هو يقيم حفله حتى لو في قاعه افراح، بيحضر الماكولات والمخبوزات وبيحضر الحلويات وبيحضر كل حاجه. كل حاجة بنقوم بها، حتى لو يعني الشخص عايز يعمل في بيته احنا نروح له البيت ونعمله كل حاجة، او عايز يعني احنا نفسنا نريح الزبون، لو عايز احنا نعمله هنا ما فيش مشكلة ونودي له حتى البيت ما فيش مشكلة، ولو عايز هنا في المطعم كمان اهلا وسهلا ونرحب بهم ونقوم بكل حاجة ان شاء الله ويكونوا بإذن الله. عايزة أقول برضو للسادة المشاهدين، نلفت نظر السادة المشاهدين إن أرقام التليفونات والمكان مطعم زهرة الجزائري على الشاشة طوال الحلقة، بمعنى إن لو حد حابب ديليفري، حد حابب يجرب الأكل الجزائري، بلفت نظر السادة المشاهدين إن مطعم زهرة الجزائري بيقدم كل العزايم، بيقدم لو حد عنده احتفال، حد عنده عزومة. ده بيخليني أقول للأستاذة زهرة طيب بالنسبة لرمضان
وطبعا احنا داخلين على الشهر الفضيل، فاضل ايام تعتبر ونخش على الشهر الكريم الجميل اللي معظم الناس بتحب تعزم بعضها، بلفت نظر السادة المشاهدين وبنقول لهم ان مطعم زهرة الجزائري بيقدم عزايم، بيقدم احتفال، حتى لو حد عنده مناسبة خطوبة، عيد ميلاد، عزومة. المكان هنا يا جماعة زي ما احنا عرضناه على الشاشة، المكان رائع جدا، يستقبل كل العزايم والمناسبات والحفلات. وده يخليني أسأل الأستاذة زهرة وأقول لها بما أننا داخلين على الشهر الفضيل، شهر رمضان الكريم، ناوي إيه مطعم زهرة يقدمه بقى للعملاء بتوعه؟ رمضان يعني هو ليه برنامج خاص اللي هو أننا نعمل كل يوم ونحاول أننا نعرف إخواننا المصريين بالأطباق الجزائرية، يعني كل يوم نعمل أشكال وألوان إن شاء الله. عن طريق مثلا أوبن بوفيه مثلا يومي بتعرفي المشاهدين او العملاء او الزائرين للمطعم ان انت عندك اوبن بوفيه يومي في الاطباق الجزائريه بالاضافه للاطباق المصريه. تمام كده، هو انواع واطباق جزائريه 100% كلها تعرض يوم رمضان ان شاء الله بالحلويات الجزائريه التقليديه طبعا والعصريه، والحاجات الخاصه طبعا برمضان مثل الزلابيه الجزائريه، قلب اللوز الجزائريه، السيجار اللي بنعمله كمان، كل الحاجات دي حلوه وبتتعرض في رمضان عندنا واخده يعني اقبال يعني شهير الحمد لله. يعني عايزه اقول للساده المشاهدين يمكن اثناء ما الاستاذه زهره بتكلمنا احنا بنعرض لكم الاطباق اللي ناويين يعرضوها في رمضان كاوبن بوفيه يومي، وده بنقول للساده المشاهدين تعالوا جربوا الاطباق الجزائريه، الاطباق المتميزه اللي معظمنا ما يعرفش عنها حاجه، ولكن احنا هنعرفها بما ان المطعم الاول الجزائري في مصر هو مطعم زهره الجزائري اللي فاميلي مول في 6 اكتوبر، هو ده اللي بيقدم لنا الأطباق الشهية جزائرية. طبعا احنا قدامنا ويمكن الكاميرا عرضت أطباق شهية جدا جزائرية، ولسه هنتذوقها طبعا مع السادة المشاهدين، وهنكمل مع الشيفات الجزائريين اللي جايين من الجزائر مخصوص يقدموا الطبق صاحب النكهة الجزائرية. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا ونورتي مصر وبلدك التاني، و نكمل بقى مع الأطباق الشهية مع الشيفات الجزائريين. والله الشرف ليا، وأشكر إخواننا المصريين وأشكر حضرتك كتير إنك شرفتيني في المطعم، وإن شاء الله يكون الشعب المصري إخواننا الأشقاء ينال إعجابهم الأكل الجزائري ويكونوا في حسن ظنهم إن شاء الله. يا رب شرفتوني يا رب إن شاء الله. وإيه رأيكم بقى نطلع فاصل ونرجع للأطباق الجزائرية؟ Je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton tour, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes. Aïcha, Aïcha, écoute.
نبغيك عايشة ونموت عليك، هادي سيد حياتي وحبي، انتي عمري وانتي حياتي، تمنيت ان عايش معك غير انتي. عايشة عايشة ايكوتي موا، عايشة عايشة انا نبغيك، عايشة عايشة طابا با، عايشة عايشة ونموت عليك، عايشة عايشة غيب ما. يعني رجعنا لكم بعد الفاصل، بعد يعني زي ما احنا شايفين السفرة الجميلة اللي مليانة بالأطباق الجزائرية المتميزة اللي أنا مش عارفة منهم ولا طبق لسه. طبعا هنعرف مع السادة المشاهدين كل الأطباق، ومعايا الشيف فاروق ومعايا الشيف محمد اللي بينوروني النهاردة، أهلا بيكم. شرفينا مدام، كان لنا الشرف لأن تعرفنا عليك. والله يعني أنا بصراحة يا جماعة يعني عايزة أقول أنا مبسوطة جدا جدا إن أنا قاعدة في وسط شيفات من الجزائر، شباب جمال جدا جدا جدا، دمهم خفيف، أكلهم حلو ويعني يفتح النفس كده. نتكلم الأول عن المخبوزات مع الشيف فاروق، ويقول لي المخبوزات عندك ايه يعني عاملها ازاي، والمخبوزات في الجزائر مختلفة عن أي مخبوزات تانية؟ يعني المخبوزات هي تكون مع اختلاف نوع الدقيق، يعني مثلا في الخبز الفرنسي ده بالدقيق اللين، يعني استخراج مثلا هم في مصر تقولوا استخراج 72، بخامة طبيعية، يعني بلمسة جزائرية مع مساعدة فرنسية، يعني ميكس ما بين الجزائر وفرنسا. نعم ميكس. نعم. طب ده جميل جدا. نيجي بقى نتكلم عن الأطباق اللي أنا شايفاها. طبعا أنا عارفة منها السمبوسك، بس مش عارفة ولا حاجة من الحاجات التانية بصراحة. يعني هو الشيف محمد بقى هو اللي هيشرح لنا طبق طبق، وهو بيشرح لنا أنا هتذوق وأقول للسادة المشاهدين طعم الأكل شكله إيه. ممكن تبدأ لي بقى بالطبق ده؟ هذا الطبق طبق الحريرة. يعني إيه الحريرة؟ هذه طبق أول سخن من الغرب الجزائري، يتقدم معه البوراك، يعني مشهور كثير في الجزائر، حتى الحريرة أخذ طعمه كثير كويسة. هي طعمها حلو قوي، هو نوع من أنواع الشوربة صح؟ نوع من أنواع الشربات الجزائرية. دي عبارة عن إيه يعني؟ عبارة عن جزر، طماطم، دجاج، بصل، السر كله يكمل في التوابل اللي نحن منجيبها من الجزائر حتى يذوقوا الذوق يعني المزبوط. طيب ده بالنسبة لطبق الشوربة، انت بتقولي بيتقدم مع البوراك. البوراك الصامصة الجزائرية، في بوراك وفي صامصة، هاي صامصة كتير حلوة تتاكل مع الشربة، وبالأخص نحن بنسويها في شهر رمضان الفضيل. فعلا فعلا رمضانية وجميلة، وطعمها فيها لحمة مفرومة، فيها لحمة مفرومة وفيها جبنة. جميل جدا. طيب الطبق ده بقى يعني شكله غريب شوية، أنا يعني عايزك تشرح لي وتشرح للسادة المشاهدين الطبق ده عبارة عن إيه. هذا عبارة عن بولي فارسي، إبينار وفرماج، بالعربية يعني فراخ محشية بالسبانخ والجبنة مع الصوص نتاعها سبيسيال، لاكومبانيمون ري افيك فريت، يعني
اللي يتقدم مع الطبق هذا يكون روز وبطاطس مقلية. طبق كتير حلو ومشهور عنا بالجزائر، هو بالطبيعة طبق فرنسي بس اللمسة جزائرية. جميل جميل والله، وفعلا الفراخ معمولة بشكل جميل. طبعا أنا أقول للأستاذ المشاهدين أن أنا هاكل براحتي بس بعد الكاميرا طبعا، عشان إيه بقى أنا بفتح نفسكم بس. طيب والطبق اللي قدامي ده تحسه مصري شوية؟ هذه احنا نقولوا لها الجلبانة الجزائرية، أكلة شعبية مشهورة كتير حلوة، وإحنا عملنا لك بس نظرة في كتير أطباق مثل طاجين الزيتون، كما الشخشوخة، كما اليوم رانا درنا لك ثاني المسفوف كنت زيدي تذوقي منه، كسكسي بس بطريقة يعني مالح وحلو صالي وسكري. هذا هو كتير حلو منحبه نحن كجزائريين. وفي طريقة ثانية كمان لما بتشرفينا المرة القادمة إن شاء الله راح نورجيك عليها. أكيد في رمضان كمان هتقدموا الأطباق دي بطريقة أكتر وأكبر. يعني أنا عايزة أقول للأستاذ المشاهدين إن الأستاذة زهرة كانت عايزة تحط أطباق أكتر من كده بكتير، وعايزة أقول إن أطباق طعمها المذاق بتاعها رائع رائع رائع. بس أنا إيه يعني إيه هكمل برضو بعد الكاميرا، لأن عارفة إن الكل هيبقى جعان وعايز يجرب. بقول تاني للأستاذة المشاهدين تعالوا جربوا مطعم زهرة الجزائري اللي بيقدم أطباق شهية جدا جدا، وبنتكلم عن كل طبق فيهم، واللي هيكلمني برضو الشيف محمد عن الطبق ده. هذا الحميص الجزائري، يعني عبارة عن طماطم مشوية، فلفل مشوي، فلفل حار وحلو مشويين، ومع الثوم مشوي. وهذا طبق رأس المائدة في الجزائر. أنا عايزة أقول إيه إنه هو إيه يعني إيه يفتح النفس، يعني أنت ما تبقى حاطط على الترابيزة كل الأصناف دي، ده الطبق اللي هو إيه زي إيه بيفتح النفس. يفتح النفس ويخليك تاكل، يعني يفتح الشهية. صح. طيب كلمني بقى عن الطبق ده. سلطة سيزار، هذه سلطة القيصر. سلطة مشهورة. سلطة عالمية، عبارة عن فراخ، صوص سيزار، زيتون، بيض، طماطم، بصل، ولصوص سيزار. يعني لمسة جزائرية. لمسة جزائرية، هي اسمها سلطة القيصر، يعني اللي سواها هو زلمة اسمه القيصر، عطاها يعني أصل التسمية، يعني هو اللي دار الكرياسيون تاعها وسماها على الاسم نتاعو. جميل جميل. طيب الطبق ده بقى طبعا انا مأجلة اخر طبق، عشان انا عارفه ان هو يعني طبق ذو قيمه عاليه جدا. سي فود بقى، عارفين بقى السي فود، ويعني طعم السي فود بيبقى مختلف. قول لي بقى كلمني عن الطبق ده. هذه لابايلا. بمعنى لابايلا، طبق البايلا الاسباني. اصل التسميه البايلا هي البقايا. طبق إسباني شهير، نحن نشتغل عليه في الجزائر ونعطيه له لمسة، وهو طبق كتير حلو جد مميز. أنا أنصح كل الزبائن اللي يجوا على المطعم هذا بيجربوه. أنا كمان أنصح زيك، لأن أنا هقوم بيه دلوقتي. بس إيه يعني أنا برضو بنصح السادة المشاهدين أنهم يجوا يدوقوا الطبق ده، لأنه أكيد أكيد متميز، هو يفتح النفس يا جماعة. ده جمبري، وقول لي مكوناته كده، قول للسادة المشاهدين افتح نفسهم كده. تشكيلة من فواكه البحر مثل الكالامار، السيبيا، الكروفيت بيبي اللي هي الشوفريت، الكروفيت رويال اللي تقولوا لها هنا الجمبري، الروز، الليمول. أكلة يعني أنا بحبها. وأنا كمان والله بصراحة يعني، وأنا هقول لكم بقى على الطعم برضو. يعني إحنا إيه هنخش على قسم الحلويات ونتذوق برضو الحلويات ونحلي بالحلويات، بس إيه لما ناكل الأكل الجميل ده وأقول لكم على المذاق الجزائري المتميز في أول مطعم داخل مصر، وهو مطعم زهرة الجزائري. بشكركم جدا، يعني انت نورت مصر، نورت مصر. شباب جميلة جزائريين، ولادنا، اخواتنا، وبلدهم التاني هنا مصر.
اللي منورين مصر وبيحطوا النكهة الجميلة المتميزة الجزائرية، انتوا اهلا بيكم في مصر. شكرا جزيلا. ونحن كان لنا الشرف لأن تعرفنا عليكم وعلى الشعب المصري الشقيق، والله شعب حلو يعني بقلبه بلبسه بثقافته. كان لنا عظيم الشرف أن تشرفنا بزيارتكم وبالقعدة معكم. مرسي جدا نورتوني، ومرسي جدا يا فاروق. والله لشرف عظيم يعني أن خدنا تجربة جديدة يعني مع الشعب المصري يعني. والله اقول لك حاجه واسالك سؤال كده وتقول عليه على طول وتبص للكاميرا كده وتقول للساده المشاهدين، عايز تقول لهم ايه؟ تعالوا هنا عند مطعم زهرة الجزائري، بص للكاميرا. يعني تشرفونا في مطعم زهرة الجزائري بايدي جزائريه، يعني هيكون شرف كبير ان شاء الله. ميرسي جدا ليكم، ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. Je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes.
زي ما السادة المشاهدين شايفين المخبوزات وكم المخبوزات المتميز الرائع معانا. طبعا الشيف فاروق اللي هو يعني احنا كنا عرفنا عن الخبز الفرنسي وخدنا كده لقطة كده عن الخبز الفرنسي، ولكن هو هيكلمنا برضو عن اللمسة الجزائرية، هيكلمني عن كل منتج هو صممه بنفسه وخبزه بنفسه. عايزك بقى تكلمني شيف فاروق وكده وتبص للسادة المشاهدين كده وتقول لهم تعالوا هنا في مطعم زهرة الجزائري جربوا المخبوزات كمان اللي من أيدي جزائرية وبنكهة جزائرية. تشرفونا في مطعم زهرة الجزائرية، ده فطور صباح جزائري. يعني مثلا في كوكيز حبوب الشوكولا، في دانيش مشهورهم في مصر يعني بس بلمسة جزائرية كمان، يعني في خبز الشوكولا يعني هيكون كويس كتير. الكوكيز الشوكولا، شوكولا ده كوكيز شوكولا، أيوة يعني ليه نكهة خاصة مع القهوة، يعني راح يكون تجربة جديدة. تشرفونا في مصر، يعني في أول محل جزائري. لا أنا عايزاك برضو تقولي على الفطائر اللي في ملفوفة دي، برضو قول للسادة المشاهدين عنها. الكيك الشوكولاه، الكيك الفانيليا ده تقريبا ولا ليمون؟ في كيك ليمون، في كيك شوكولاه، يعني وروح لك الأشياء التقليدية مثل البغرير، في بغرير، في مسمن، قولوا له مسمنات، في سفنج. يعني في الحقيقة يعني أنا اختصاص مخبوزات فرنسية، يعني كنت بحاجة المساعدة يعني من عند الحاجة مروة، يعني اختصاصها يعني مأكولات تقليدية. يعني شرف كبير يعني أنه تلقى يعني لمسة جزائرية يعني من القدم هون في مصر، يعني شرف كبير يعني. وبالطبع في كرواسون، في كيك شوكولا، في كوكيز. تشرفونا بفطور الصباح، يعني فطور جزائري جميل جدا. يعني أنا يعني بصراحة مبسوطة قوي من الشباب الجزائري الجميل الراقي ده اللي عنده إمكانية إن هو يعمل مخبوزات متميزة، عنده يعني برضو اجتهاد إن هو يعمل ميكس ما بين الجزائر وما بين المخبوزات الفرنسية، فبالتالي بتطلع النكهة مختلفة. كل ده هنتكلم عنه وبنقول للسادة المشاهدين تعالوا جربوه في مطعم زهرة الجزائري، وهو أول مطعم جزائري في فاميلي مول بستة أكتوبر. انتظروني بعد الفاصل. Reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi le retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie Aïcha, si tu m'aimes, je prendrai les
elle a regardé tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. Des barons sont des barons, mais mon or, je me les mêmes droits que toi. Du respect chaque jour, moi je ne veux que de l'amour. نبغيك عايشة ونموت عليك، هادي سيد حياتي وحبي، انتي عمري وانتي حياتي. تمنيت ان عايش معك غير انتي. عايشة عايشة اكوتي موا. عايشة عايشة انا نبغيك. عايشة عايشة طابا با. عايشة عايشة ونموت عليك. عايشة عايشة غيب ما. وجينا لكم بقى مع الحلويات المتميزة بنكهة جزائرية من إيد الشيف فؤاد، اللي يعني بصراحة أبهرني، أبهرني بالتميز، أبهرني بالجمال، أبهرني بالإمكانيات اللي هي يعني شاب زيه كده يكون عنده الإمكانيات الرائعة دي، اللي عايزة أقول يعني ما شاء الله عليه مصانع تعملها، مش شيف صغير سنا. يعني أنا أولا برحب بيك. مرحبا بك، والله غير شرفتينا لما جيتي زرتينا لهنا، ونقول للشعب المصري الأشقاء تاعنا تشرفونا في المحل تاعنا مطعم زهرة الجزائري اللي هو في 6 أكتوبر، وإن شاء الله يعجبكم الحلويات تاعنا، وإن شاء الله مازال الجديد إن شاء الله. يعني عايز أقول أنت تخصص حلويات، اوكي، ومعنا طبعا المساعد الشيف الشيف ايوب، اهلا بي. شكرا، تسلمي. مساء النور اخواتنا المصريين. لاول مره نعمل مشروع حلويات جزائريه هون في مصر، وتشرفونا ان شاء الله. يعني مطعم زهرة جزائري متميز بصراحة، يعني احنا بنقول للمشاهدين في تميز في كل حاجة، كل واحد واخد الصنف اللي بيعمله، الحاجة اللي بيعملها بإتقان بتميز. كلمني بقى يا شيف عن الحلويات اللي انت عاملها المتميزة دي بنكهة جزائرية صرف. والله الحلويات دي الكل حلويات فرنسية بلمسة جزائرية، وفي حلويات تقليدية جزائرية احنا نعملوها احنا يا الكل هون، مو فقط انا. دي الحلويات عبارة عن مجموعة وتساعدنا بعض باش نشكلوا دي الحلويات الكل. ان شاء الله تعجبكم وتذوقي الحلويات تاعنا، ونقول للشعب المصري تعال هنايا وذوقوا الحلويات تاعنا، حتعجبكم ومام الطعم الجزائري، حيعجبكم كل شيء ان شاء الله. مرحبا بكم. اللي عجبني كمان وبنلفت نظر الساده المشاهدين ليه، ان الحاجه معموله باحترافيه رائعه، يعني غير التذوق والطعم الرائع اللي الجميل، لا الحاجه معموله باحترافيه بشياكه بذوق عالي قوي. وعايزين نقول ان مطعم زهرة جزائري يعني تميزه في انه هو بيقدم حاجه متميزه تماما. الحلويات دي عايزاك بقى يا شيف تعرفني على الانواع، يمكن نقوم كده نقف مع بعض كده عشان نوري الساده المشاهدين. قول لي دي عباره عن ايه؟
دي عجينة لوز معمولة بعجينة اللوز وفي داخلها مثل ما تقولوا لو انتم هنا كوفريت والشوكولاتة وفستق وبندق ومكسرات كذا في الداخل. طب وبالنسبة لدي؟ دي فيريرو روشي، اخذناها من الفيريرو روشي اللي هي تتباع في المحلات، احنا صنعنا مثلها وهي حلوى مثل دي. هي دي معمولة بموس الشوكولا ومواد طبيعية 100%، هي كل شيء الحلويات تاعنا اللي هون مواد طبيعية 100%، دي معمولة بشوكولا. وبالنسبة للصنف داودة دي ايضا مقلدة من الاسكيمو اللي يتباع في الصيف، دي الايس كريم، احنا عاملينه مثل الايس كريم وفي بسكوي في داخلها بسكوي وموس الشوكولا، البسكوي المعمول بالفستق والبندق والجوز وعين جمل وموس الشوكولا. وبالنسبة بقى للتورت الجميلة دي اللي هي يعني طبعا هو عامل يعني تورتة يعني قلب بالفراولة بمناسبة عيد الحب الفالنتين، طبعا عامل يعني انا عايزة اقول اشكال كتيرة جدا جدا، وقال لي كمان ان هو في رمضان، وبنقول للسادة المشاهدين ان مطعم زهرة الجزائري في مول فاميلي في 6 اكتوبر في رمضان هيقدم برضو حلويات مختلفة بالنكهة الجزائرية. ممكن تقول للسادة المشاهدين ناوي على ايه؟ ان شاء الله انا ما حبيتش نقول شو راح نديروا في رمضان، بصح للاسف لازم نقول لهم باش يعرفوا، انا حبيت نخليها لهم مفاجأة. ان شاء الله هيكونوا اكلات جزائريه وهيكون حلويات جزائريه 100%، مثل قلب اللوز، مثل البسبوسه، مثل الزلابيه، هيكونوا اشياء بقلاوه قطايف، هذو الاشياء الكل حتكون في رمضان ان شاء الله، حيكونوا اشياء حلوه تعجبهم ان شاء الله الاشقاء واخواننا المصريين والجزائريين وكل البلدان العربيه، ان شاء الله يشرفونا ويجوا يزورونا المطعم والحلويات زهره الجزائريه، ولينا الشرف لان في البلد دي واحنا مع الاشقاء تاعنا المصريين ودي بلدنا تاني، ونشكرهم كثير على المساعدات اللي هما راهم يعطونا فيها، مشان ما احنا ما وجدنا خامات، ما وجدنا اشياء بعدين وجدنا اخواننا المصريين هنا ساعدونا في الاشياء دي، واحنا نطلعوا بالمجهودات تاعنا الكل مشان نرضي الشعب تاعنا والشعب المصري وكل البلدان تاعنا وياكلوا اكله طبيعيه 100% ان شاء الله. عايزه اقول لك يعني يكفي وجودكم في مصر، ده بلدكم اصلا، وعايزه اقول ان يعني انا مبسوطه قوي بالشباب الجزائري الجميل المتميز الراقي اللي عنده حب ان هو يشتغل ويقدم المطبخ الجزائري على ارض مصريه، واحنا كلنا بنرحب بيكم. وعايزه اقول للساده المشاهدين في ختام حلقتي النهارده ان انا كنت سعيده جدا 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 في يوم جزائري رائع 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 على ارض مصريه. عايزه اقول للساده المشاهدين تعالوا هنا في مول في فاميلي مول ب 6 اكتوبر في مطعم زهره الجزائري، هتستمتعوا بالاكلات الجزائريه ذات المذاق الراقي والرائع، هتستمتعوا بالمخبوزات الجزائريه اللي فيها لمسة فرنسية، هتستمتعوا بالحلويات الجزائرية اللي فيها لمسة فرنسية وعايزة أقول نكهة جزائرية صرف 100%. بشكركم جدا وبشكر الأستاذة زهرة وبشكر الشيفات اللي كانوا معايا النهاردة والماتر وكل اليوم الجميل اللي استضافونا فيه النهاردة، وبقول للسادة المشاهدين منتظرينكم في فاميلي مول 6 أكتوبر ومطعم زهرة الجزائرية. نشوفكم في حلقات جاية كتير. مطعم زهرة الجزائرية.